يوصف مرض السكر بأنه مرض خطير إذا لم تتم السيطرة عليه، ولذلك يجب التعرف عليه مبكراً، حيث أن أعراض مرض السكر في بدايته تجعل الإنسان ينتبه للمرض حتى لا يحدث مضاعفات للإصابة. وهناك أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بالسكري أو مشاكل صحية أخرى، وللتأكد يجب عند ظهور بعضها أو كلها مراجعة الطبيب فوراً لعمل الفحوصات اللازمة. مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة بين الناس، وهذه هي أهم أعراض مرض السكر في بدايته. أولاً، تحول بعض الأجزاء في الجسم إلى داكن، ويبدأ ذلك بالظهور في الرقبة والإبطين والمرفقين والركبتين والأصابع، وهي من العلامات الدالة على أن المريض قد يكون لديه حالة ما قبل السكري. ثانياً، ملاحظة تغير في قوة النظر، وذلك بمواجهة بعض المشاكل عند القراءة مثل تغيم الرؤية أو بعدم الانتباه لبعض الأشياء. ثالثاً، الشعور بالجوع الشديد على الرغم من أن الشخص يأكل كالمعتاد. رابعاً، استغراق الكثير من الوقت لشفاء الجروح بالجسم، وذلك يحدث بسبب أن نسبة الأكسجين تقل في الجسم، وبالتالي يجد الجسم صعوبة في التئام الجروح. خامساً، كثرة التبول. يرجع السبب في كثرة التبول هو كثرة نشاط الكليتين بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتقوم الكلى بإخراج هذه الزيادات عن طريق التبول بكثرة. لابد من التنبيه أنه عند شعورك بأي من هذه الأعراض فعليك مراجعة الطبيب حالا دون أي تأخير. ومن المرجح أن يصاب هؤلاء الأشخاص الذين لديهم حالة ما قبل السكري بداء السكري من النمط الثاني في حال لم يهتموا بصحتهم بالشكل المناسب ولم يجروا التعديلات الضرورية في نمط حياتهم وغذائهم. في النهاية، إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم بانتظام فيجب عليك التحدث إلى الطبيب، خاصة في حال ظهور واحدة من العلامات الخمسة أو الأعراض المبكرة لمرض السكري. وتكمن أهمية الانتباه إلى حالة ما قبل السكري وتشخيصها في أننا نكون قد منعنا أو على الأقل أجلنا الإصابة بداء السكري، ويعني ذلك أننا نكون قد منعنا أو أجلنا الإصابة بمضاعفات واختلاطات داء السكري الكثيرة والخطيرة. وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن تغيير النظام الغذائي وشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر وممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب هو أفضل علاج لمرض السكري.